انطلقت فعاليات مبادرة كتف في كتف في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تتضمن المبادرة توزيع أكثر من 1,000,000 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى توزيع مساعدات متنوعة على المستحقين من الفئات الأولى بالرعاية. استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق فعاليات مبادرة كتف الكتف في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من 1,000,000 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160,000 وجبة و 30,000 قطعة ملابس توزع على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لأهالي تلك المحافظات. هي مبادرة كتف الكتف هي مبادرة أطلقها التحالف الوطني، وإحنا كصناع الحياة أحد مؤسسات التحالف، زي ما حضرتك شايف كده متطوعين صناع الحياة بادئين من الصبح بدري بيستعدوا لانطلاق يوم كبير وفي أنشطة كتيرة متنوعة. إحنا النهاردة جايين جمعية رسالة، جايين ب 10,000 كرتونة هنعبيهم عشان نوزعهم على الفئة الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني. قوام الكرتونة فيها سكر، فيها رز، فيها مكرونة، عدس، لوبيا، فول، فيها سمنة، فيها ملح. كمان جايين النهاردة بطن من اللحوم 1,000 كيلو، عاملين معرض ملابس للفئة الأولى بالرعاية مستهدفين أكتر من 500 فرد. عمليات تعبئة وتوزيع المساعدات ساهمت في جذب الكثير من المتطوعين من الشباب، وذلك بالتوازي مع توزيع كميات كبيرة من اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض خيرية مجانية للملابس، وإقامة حفل للأطفال. غرض من الفعالية ديت حاجتين، وحاجتين مهمين جداً. أول غرض إن احنا نساعد أهالينا المستحقين طبعاً على مستوى جمهورية مصر العربية كلها، وبالتحديد طبعاً المحافظة الغربية اللي احنا موجودين فيها النهاردة. الغرض الثاني ان احنا زي ما اطلقنا على الفاعليه ان هي كتف في كتف، بنوصل للشباب، ودي الشريحه المهمه جدا دلوقتي في الوطن. الشريحه ديت مهم جدا ان هي تتكاتف مع الدوله وتتكاتف مع كل جهات الدوله علشان يقوموا بدورهم في العمل الخيري والعمل الاجتماعي. تجمعنا النهارده عشان ندي الامهات المثاليه والاطفال، بنرسم على الوش وبنساعد الاطفال والامهات المثاليه ونساعد الاسر الاكثر احتياجا من كراتين ولحوم وكشف العيون والاطراف الصناعيه، ويا رب كلنا نكون كتف في كتف، وجميع كل الجمعيات زي جمعيه الاورمان تكون بقدر الاستفاده للاسر الاكثر احتياجا في كرة الصعيد زي ما احنا النهارده في الدقهليه. مبادرة كتف في كتف بالتعاون مع بنك الطعام المصري والتحالف الوطني لتعبئة ما يقرب من 10,000 كرتونة فرحة رمضان للتوزيع على الأسر المستحقة. وبمشاركة متطوعي التحالف كان للأطفال نصيب من مبادرة كتف في كتف، وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. النهاردة في محافظة سوهاج ولله الحمد تم استقبال 3,000 كرتونة. الكارتين دي لحملة رمضان إن شاء الله بإذن الله هتم توزيع للأسر المستحقة. تعاون مع مؤسسة حياة كريمة هيتم توزيع المواد الغذائية على مرضى السرطان للأسر المستحقة. طبعا في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتعيشها البلد المبادرات دي مهمة جدا وبتساعد جدا وبتدي أمل وبتدي تفاؤل اللي احنا كلنا كتف في كتف مع بعض. هتم النهاردة إن شاء الله محاكاة لتنفيذ التعبئة، لطرق التعبئة لكراتين المستهدفة أسرنا اللي موجودين في محافظة أسوان. مبادرة كتف في كتف الأكبر في إطار الحماية الاجتماعية في مصر، وتستهدف نقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا في أوقات يعاني فيها العالم صعوبات وأزمات متفاقمة.